يان بونن في طريقه إلى المنزل، حيث يتعين على السياسي الشاب قيادة السيارة لمسافة طويلة في برلين. ولكن السيارة ليست ملكه، وإنما يتناوب على استخدامها مع 40 شخصاً آخر. لم أمتلك سيارة من قبل، لكن السيارة مهمة أحياناً، فمن الصعب نقل بعض الأشياء بواسطة حقيبة ظهر أو دراجة، وفي هذه الحال يحضر المرء سيارة، وقد اعتدت على ذلك واستخدمت السيارة من وقت لآخر، وحالياً أستخدم سيارة لأمور لم تخطر على بالي من قبل. في الماضي كان يتعين إعادة السيارة في الموعد المحدد لمكتب تأجير السيارات. طريقة التأجير الجديدة تسمح له بترك السيارة في أي مكان في المدينة، ومن خلال تطبيق آب التقني يتم معرفة مكان السيارة، حيث يلقي المرء نظرة سريعة عليها للتأكد من أن المستأجر الذي سبقه ترك السيارة في حالة جيدة. يدفع بونينغ 30 سنتاً في الدقيقة، وفي المقابل تتحمل شركة تأجير السيارات ثمن الوقود والنظافة والتصليح ورسوم صف السيارة، أي عندما يصل بونينغ إلى مقصده فإنه يترك السيارة ثم ينساها. عندما أريد الخروج مساء لشرب البيرة فأستطيع التنقل بالسيارة ثم أعود إلى المنزل بواسطة المترو، ولا يتعين علي في اليوم التالي إحضار السيارة. فعندما أخرج من المنزل أبحث في هاتفي المحمول لأجد أقرب سيارة ثم أتوجه إليها وأنطلق بها إلى مقصدي ثم أتركها ولا أشغل بالي بها أبدا. يستطيع يان بونينغ اختيار السيارة المناسبة حسب الحاجة، مثلا عندما يكون الطقس جميلا أو سيئا، أو سيارة صغيرة لسهولة صفها، أو سيارة كبيرة للتسوق. هذه الفكرة تلقى إقبالاً في ألمانيا، حيث تضاعف عدد المستخدمين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث يوجد أكثر من نصف مليون شخص يتقاسمون السيارات مع الآخرين. أهمية السيارة تغيرت كثيراً حسب الخبير في شؤون المواصلات والحركة فرانك فولتا. امتلاك سيارة خاصة لم يعد شيئا مهما بالنسبة لجيلنا، فالمهم هو توفير وسيلة للتنقل، فمن غير المهم أن أخذ سيارة فاخرة في المدينة. يفضل الجيل الجديد إنفاق المال في رحلة السفر وشراء الهواتف الذكية الحديثة، أما السيارات فيشتريها الشبان في مرحلة متأخرة. ومن أجل عدم فقدان هذه الفئة من الناس يعرض منتج السيارات خدمة التنقل، فمن خلال تأجير السيارات يريدون أن يعتاد الشباب على ماركاتهم وكذلك كسب المال، إذ أن نظام المرور مستقبلا سيختلف عن النظام الحالي. ستكون الأمور أسهل ولن تنحصر تعاملاتنا مع 5 أنظمة تأجير تابعة لـ8 شركات، ولكن ستتوفر لدينا إمكانية الدخول للنظام بأكمله، أي أن التنقل في المدينة سيكون أفضل، كما أن امتلاك السيارات سيتراجع. يبدو أنه نموذج مربح للجميع، فالشركات ستربح المال مستقبلاً عبر بيع السيارات وتأجيرها، وكذلك المجتمع والبيئة سيستفيدان، إذ أن السيارة المستأجرة تقوم بعمل 10 سيارات خاصة، والزبائن يستفيدون أيضاً نظراً لسهولة ومرونة التنقل بطريقة غير مكلفة. امتلاك سيارة أمر مرهق، إذ يجب علي تصليحها والبحث عن مكان لصفها والعناية بها، ولكن في نظام استعارة السيارات لا توجد هذه المشاكل. وهذه هي الوسيلة التي سيعتمد عليها يان بونينغ في المستقبل أيضاً في حال كانت هناك سيارة شاغرة.